في اليمن التي تعد واحدة من أسوأ الأماكن في العالم بالنسبة لأي طفل، وصل عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والشديد إلى قرابة 400,000، من أصل أكثر من 1,000,000 طفل دون سن الخامسة مصابين بسوء التغذية بحسب منظمة اليونيسف، ما متوسطه 70% من الأطفال في اليمن يعيشون وأسرهم تحت خط الفقر، أي أن هناك أكثر من 11 مليون طفل بحاجة للمساعدات الإنسانية، ما يجعل كل طفل في اليمن تقريباً بحاجة لهذه المساعدات فقط من أجل البقاء على قيد الحياة وفقاً لإحصائيات المنظمة. بالنسبة للأطفال الذين يعدون أكثر الفئات تضرراً جراء الصراع، لم يقتصر الأمر على الأثر المباشر للحرب، بل أيضاً على تبعاته التي أعاقت وصول أساسيات الحياة إليهم مثل الغذاء والماء النقي والدواء. منظمة الأمم المتحدة للطفولة وفي تقرير سابق قالت إن حالات سوء التغذية الوخيمة تعد حالة مهددة للحياة، واحتمالية وفاة الأطفال المصابين بها 11 مرة أكثر من الأطفال الأصحاء إذا لم يعالجوا في الوقت المحدد، وضع خطير يزيد من كارثيته تدهور معظم القطاعات، أهمها الصحة والماء التي تقف عاجزة أمام احتياجات المواطنين بشكل عام والأطفال بشكل خاص. في وقت غابت فيه مؤسسات الدولة تماماً، تحاول المنظمات العاملة في المجال الإنساني تغطية الاحتياجات المتزايدة بفتات ما تبقى من أموال المانحين، في حين يبقى المواطنون بانتظار جهود تنهي معاناتهم ومسبباتها تماماً عبر وقف الصراع.